هلا يا أطفال، في حصتكم المفضلة عمو يزيد راح يتطرق ليوم عالمي مهم جدا معكم، اليوم العالمي للسينما. وكذلك كان تاريخ مهم يوم 28 أكتوبر على بالكم، بعد ثورة التحرير عندما استقلت الجزائر استعادت مبنى التلفزيون ومبنى الإذاعة الوطنية. اليوم سنتحدث عن الكندي وأبو يوسف يعقوب الكندي، واحد من أبرز علماء المسلمين في التاريخ. لذا اليوم درت لكم أغنية تغنوها كامل معايا، نقول فيها اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع إيده. اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع إيده، 20 على 20 والنجاح هذا عيده، والنجاح هذا عيده. جاء الرك اللي ننتظره دائما انا بشغف ونحبه، هو الرك اللي نقرا لكم فيه الرسائل تاع اصدقائنا الاطفال اللي بعثوهم لنا من خلال موقع الانترنت عمويزيد.com. بالضغط على زرار اراء وملاحظات. عيد ميلادك احلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصه عمو يزيد؟ اذا اجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. اجمل هدايا يهدوا هيا نصفق ونغني. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد، حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر. أحبائي الأطفال، حصتكم المفضلة مع عمو يزيد تأتيكم مساء كل يوم ثلاثاء في الأوقات التالية. كونوا في الموعد. عمو يزيد.